اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من فقره الصحافه في برنامج الحياه في مصر. النهارده نهايه الاسبوع، معانا اخبار كتيره جدا في فقرتنا الصحفيه، اخبار بتخص الشان الرئاسي والمحلي والاقليمي وكمان الدولي، وده في فقرتنا الصحفيه اخبار عن اهم الرسائل اللي وجهها الرئيس السيسي لبعض قاده وزعماء افريقيا، والقرارات برضو اللي اصدرها الرئيس بخصوص مبادره التعليم العالي المصريه الامريكيه، وآخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة، وجهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية، واللي ناقشها الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية. فقرتنا الصحفية كمان لصحيفة الأخبار عن وصول أول أتوبيس كهربائي من الصين والاستثمارات اللي هيتم ضخها في محافظات الصعيد، وإنشاء محطات شمسية جديدة، ده بالتعاون والتنسيق مع دول أجنبية. النهارده كمان في صحف اهتمت بالحديث عن ذكرى اتفاق أوسلو، واللي بيواكب النهارده مرور 25 سنه، يعني اليوبيل الفضي على توقيعه ما بين ياسر عرفات واسحاق رابين، وده كان بهدف اقامه دولتين في عام 1993. ورغم ان الحديث عن هذا الاتفاق اصبح في الماضي في ظل انهيار علاقات الامريكان بالفلسطينيين، فان القله القليله ما زالت برضه بتتحدث عن تسويه النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وده من خلال المفاوضات ومنح الشعب الفلسطيني حق اقامه دولتهم وعلى راسها مصر، اللي طول عمرها بتمثل السند والظهر الحقيقي للشعب الفلسطيني على مر التاريخ. والان وفي كل وقت مصر بتدعم جهود المصالحه الفلسطينيه، وبتبذل كل غالي ونفيس لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. تعالوا نبدأ فقرتنا الصحفية النهاردة اللي هنبدأها بأهم وأبرز ما جاء في عناوين ومنشتات صحف بكرة الجمعة 14 سبتمبر 2018 إن شاء الله. هنبدأها مع حضراتكم باليوم السابع. جريدة اليوم السابع اهتمت باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكتبت في منشط عددها بكرة الرئيس بيطالب بأفكار جديدة، أفكار خارج الصندوق، وده لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة، وبيوجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم البدء فيه، واللي بيتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وبيستعرض أيضا الموازنة، وبيوجه بالاستمرار في جهود إنهاء وفض المنازعات الضريبية. أبرزت الجريدة أيضا استعراض وزير المالية للإجراءات التنفيذية اللي اتخذتها الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب، والموقف التنفيذي لانتهاء من ضرائب المهن الحرة، بما في ذلك طبعا مشروع الميكنة الشاملة للمصلحة وميكنة الفواتير الضريبية، في ظل مطالب الرئيس بضرورة البدء في إعادة الهيكلة مرة أخرى لمصلحة الضرائب وتطويرها. ننتقل لجريدة الأخبار. اهتمت جريدة الأخبار في منشط عددها بكرة برسالة الرئيس السيسي لنظيره الأرتيري اللي نقلها وزير الخارجية سامح شكري، وده خلال زيارته للعاصمة الأرترية أسمرة. تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة كمان لمناقشة موضوع أمن البحر الأحمر وأهمية تعزيز التعاون بين الدول الموجودة بالفعل على البحر الأحمر، ودي باعتبارها الملكية والمصلحة الرئيسية في الموضوع ده. أبرزت الجريدة بقى تصريحات الرئيس الأرتيري اللي أكد فيها دور مصر المحوري وأهميته في القرن الأفريقي. ننتقل مع حضراتكم لجريدة اليوم المصري اليوم اهتمت الجريدة بمشروع القانون المتكامل لقضايا الأحوال الشخصية، وده اللي بيعده الأزهر الشريف حاليا من خلال لجنة شكلها فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. كتبت في منشط عددها بكرة مواد النفقة والحضانة، ده أبرز ملامح قانون الأزهر الجديد للأحوال الشخصية. وقالت الجريدة إن مشروع القانون ده بيهدف إلى تحقيق العدل بما لا يخالف الشرع والدستور، وبيهتم بتوفير الحماية المثلى للطفل، بالإضافة إلى إنصاف المرأة المصرية وحصولها على حقوقها المشروع، ومنها توفير النفقة الكافية لها حال وقوع الطلاق لا قدر الله. طيب، جريدة الوفد كتبت الجريدة في منشط عددها بكرة إن 8.2 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي، وده في مصر. قالت الجريدة إن مصر وقعت مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاق منحتين للاستثمار في البنية الأساسية،
وده من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في كفر الشيخ بقيمة 2 مليون يورو. نقلت الجريدة تصريح للدكتورة صحة النصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت فيه إن هيتم تمويل 90 مشروع في وسائل النقل والطاقة ومياه الشرب من خلال الاتفاقية. ننتقل مع حضراتكم لجريدة الشروق. اهتمت الجريدة بخبر اقتصادي أكدت فيه إن 5 بنوك استثمار بتتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الرابعة، وده في اجتماع لجنة السياسات النقدية اللي هيتم يوم 17 سبتمبر الجاري. كتبت الجريدة في منشط عددها بكرة نقلا عن محللين اقتصاديين تحليلات أكدوا فيها إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة ده راجع لارتفاع التضخم على الرغم من انخفاضه الفترة الماضية، وإن البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13% قبل الزيادة أو النقصان بنسبة 3%. طبعا وإحنا بنتابع مع حضراتكم ردود الفعل الدولية حوالين بعض الأحكام القضائية وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، خصوصا بقى يعني ده بيجي بالتزامن مع انعقاد الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف. كان في ندوات وفعاليات للمجتمع المدني المصري اللي قدم شهادته على هامش فعاليات الدورة المقام هناك، منها الندوة اللي نظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وخلالها قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إن المنظمة تلقت من عام 2015 لحد دلوقتي 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري، وإنهم تلقوا 500 رد من وزارة الداخلية بيوضح إن الأفراد دول داخل السجون على ذمة قضايا، بالإضافة إن في بعض الحالات من المنتمين لجماعة إرهابية أو لجماعات إرهابية ظهروا في فيديوهات بتنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بأنهم شهداء بعد القيام بعمليات إرهابية. البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية من ناحية تانية. عقدت بقى كمان من ناحية تانية زي ما قلت لحضراتكم حوالين الأوضاع الإنسانية في ليبيا. نشوف بقى. قال سراج شعبان محامي أهالي ضحايا مدينة طرواء الليبية إن المدينة بتشهد مأساة إنسانية من عام 2011، ولكن المأساة الأكبر بقى هي الصمت المتعمد من المنظمات الدولية والمؤسسات المدافعة بقى عن حقوق الإنسان اللي مش بتتحمس بس للدفاع عن عن سكان طرواء رغم توثيق حالات انتهاء بحق سكانها، وده على يد ميليشيات مسلحة مدعومة من قطر. الخبر ده بقى بيأكد حاجة مهمة جدا هي حجم الازدواجية في المعايير اللي بتتبعها بعض المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في تناولها للقضايا الحقوقية أو الحقوقية في مصر والعالم العربي كله. وأنا بقى بقول لكم بصفتي أنا مواطنة مصرية من الشعب المصري، طالما المفوضية السامية لحقوق الإنسان دفعت عن الإخوان يبقى مصر على حق. طيب ننتقل بقى لجريدة الأخبار، وفي ملف معمول عن الإخوان، ملف علشان إحنا ما ننساش جرائمهم ومؤامراتهم خصوصا بقى في ظل الإشاعات والأكاذيب اللي بتنتهجها الجماعة الإرهابية حتى اليوم إلى الآن ضد الدولة والشعب المصري. عدت جريدة الأخبار ملف رصدت فيه الجرائم والمؤامرات اللي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الشعب المصري. كتبت الإخوان شياطين الخيانة والدم. أبرزت الجريدة بقى موقف المصريين في وقف مشروع الهيمنة الإخوانية واللي ألقوا بيه إلى مزبلة التاريخ. أبرزت آراء وتعليقات لخبراء وسياسيين أكدوا فيه إن حكم الإخوان كان أيام سودة وهباب في عمر الوطن، لأنهم سفكوا الدماء باسم الدين والشرعية، استهدفوا أخوانة الدولة. وآراء تانية كتيرة أكدت إن هم منهجهم هو العنف والتخريب، ومنهجهم ده ثابت على فكرة في تاريخهم الدموي كله. ننتقل بعد هذا الملف لجريدة أخرى وهي جريدة المصري اليوم. الحقيقة أن جريدة المصري اليوم اهتمت بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وده بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 إخواني على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة السابق ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت وآخرين، بالإضافة ل 118 شركة و 1133 جمعية و104 مدرسة و39 مستشفى و92 موقع إقبالي وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب. طيب
ننتقل مع حضراتكم لأخبار الحكومة في فقرتنا الصحفية. هنبدأها مع حضراتكم بجريدة اليوم السابع، لكن خبر بقى من الأخبار المبشرة والمفرحة بعد طبعا الكلام اللي كنت عمال أقوله لكم. ده بتشيد بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية اللي بتنفذها مصر لتحقيق التنمية. الخبر من جريدة اليوم السابع بيقول إن مصر هتطوي صفحة استيراد الغاز في القريب العاجل، القريب العاجل قوي كمان، هتدخل قائمة الدول المصدرة للغاز، وده بعد ما اقتربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي بشهادة العديد من التقارير الدولية. أبرزت الجريدة تصريحات لوزير البترول طارق ملا خلال تفقده محطة المعالجة البرية لحقل زهر، أكد فيها أن حقل زهر تضاعف إنتاجه 6 مرات منذ افتتاح الرئيس السيسي للمشروع في شهر يناير الماضي. وأكدت التقارير دولية نقلتها الجريدة عن موقع عالمي إن عصر استيراد مصر من الغاز هينتهي تحديداً الشهر الجاري. ما زلنا متواصلين مع حضراتكم حول أخبار الحكومة وتحديدا من جريدة اليوم السابع، يعني أخبار الحكومة ووزاراتها المختلفة. الخبر بيقول عن وزارة الداخلية وتعامل أجهزتها المعنية بكل حسم وحزم مع المخالفين على الطريق الدائري والإقليمي الجديد، وتحت شعار الحسم والحزم اللي رفعته الوزارة، وده للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانسياب المروري. جهزت وزارة الداخلية معدات وأجهزة حديثة ومتطورة، وده لرصد كل الصور المخالفات والتعامل الفوري بشكل حسم مع هذه المخالفات. تعالوا نشوف مع حضراتكم الفيديو اللي جاي حوالين تنويهات إدارة المرور بضرورة اتباع التعليمات المرورية على الطرق، نشوف هذا التقرير. صدد الدائري الإقليمي بطول 365 كيلو بيمر خلال 6 محافظات، بيربط كل الطرق الرئيسية ما بين القاهرة الكبرى وجميع المحافظات سواء في وجه بحري أو وجه إبري. قول للمواطن اطمئن تماما، احنا متواجدين معاك على مدار ال 24 ساعة، سيارات الإغاثة المرورية أيضا متواجدة والكثافة. كل على قدم الوساط، كله في خدمة المواطن بإذن الله. وإلى أخبارنا التعليمية في فقرتنا الصحفية وخبر من جريدة الوقت. بيقول إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اعتمد نتيجة تنسيق قبول الناجحين في الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد. قالت الجريدة إن تم قبول 171 ألف طالب وطالبة من الدبلومات الفنية بالكليات والمعاهد. في الشروق خبر بيقول بروتوكول تعاون لتشغيل أيضا مدارس حكومية دولية، وده ابتداء من العام الدراسي الجديد. تفاصيل الخبر، وقعت وزارة التربية والتعليم مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر بروتوكول تعاون لتشغيل مدارس حكومية دولية من العام الدراسي المقبل إن شاء الله، وده بهدف المساهمة في الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بالمدارس. من الأخبار المهمة جدا اللي بنتابعها مع حضراتكم اليومين دول بقى الاستعدادات اللي بتتم لتنظيم المنتدى الثاني لشباب العالم في شرم الشيخ. وفي السياق ده نظم فريق التسويق الدولي بدولة إكوادور أول زيارة للجامعة هناك، وهي أول جامعة تم تأسيسها وتاني أكبر جامعة لديهم. قام فريق التسويق من شباب الدولة أنفسهم بالحديث مع الطلبة عن مصر ومنتدى شباب العالم، وطرح فكرته ودعوتهم للتسجيل في المنتدى وزيارة مصر أيضا. ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والإفريقي. وزي ما قلنا لحضراتكم في المقدمة إن النهاردة بيواكب الذكرى 25 لاتفاق أوسلو اللي تم توقيعه سنة 1993 ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وده بهدف إقامة دولتين اللي أصبح من الماضي زي ما قالت بعض الصحف في تغطيتها عن المناسبة دي.
نقلت الجريدة الشروق عن فصائل فلسطينية دعوتها لإسقاط اتفاق أوسلو في يوبيله الفضي. وزارة الصناعة النهاردة يعني هي ووزارة التجارة عقدت مؤتمر صحفي لإطلاق معرض البناء الدولي، واللي بيعد أهم الأحداث على خريطة المعارض في دبي على مدار أكثر من 40 عام. ناقش المؤتمر ده إمكانية جذب الاستثمارات وأحدث التكنولوجيا لقطاع البناء المصري. اسمحوا لنا نتابع مع حضراتكم التقرير اللي قادم ده، اللي هنشوف إيه تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر. للمرة الأولى تستضيف مصر فعاليات معرض البناء الدولي الذي يعد أحد أهم الأحداث على خريطة المعارض في دبي على مدار أكثر من 40 عاما. ويقام هذا المعرض بدعم من وزارة التجارة والصناعة، فهو ملتقى لخبراء القطاع والمشترين ومصنعي منتجات البناء يبحثون خلاله حلولا شاملة للبيئة العمرانية. معرض بيك فايف هو أول مرة يتعمل في مصر. المعرض مهتم بالمشاريع الإنشائية كلها بصفة عامة، وبالمواد للبناء والمعدات وطرق الإدارة المرتبطة بالمشاريع. الهدف منه ان تقريب وجهات النظر، يعني يبقى فيه علاقات جديدة، ونعرف كل الناس المهتمة بمجال الإنشاءات في مصر ببعضهم جزء كبير من المشروع من المعرض وبالجديد في مجال الإنشاءات بصفة عامة. احنا سعداء جدا ان معرض بيج فايف كونستراكت النهاردة بيتم اطلاقه في مصر، والمعرض ده بيقدم حلول شاملة قطاع البناء والتشييد، كل حاجة، أي حاجة المقاولين محتاجينها للقطاع المعرض ده بيوفرها. المعرض يتيح للزوار فرصا تعليمية مجانية، حيث يقوم خبراء الصناعة المصريين والعالميين بتقديم 40 ورشة عمل معتمدة لتبادل الخبرات بين جميع الأطراف. نحن بنفتح مجال لل 200 عارض الموجودين عنا بالمعرض لجلب أحدث التكنولوجيا وأحدث الحلول الشاملة بمواد البناء والإنشاء. مشاركتهم أيضا مدعومة بورش أعمال معتمدة لتطوير المهن المستمر، وبضوي على مشاريع المهمة بمصر طويلة المدى 2030 يلي بتتضمن الاستدامة وتوفير الطاقة وغيرها وغيرها من الحلول المطروحة بورش الأعمال. ده وقت مناسب جدا لمؤتمر زي ده متخصص في البناء والتشييد، لأن احنا بقالنا فترة معنيين أكتر بالديكور وبالفرش، واحنا في مرحلة المفروض في مدن جديدة، والاتجاه الدولة ان احنا يبقى عندنا منشآت جديدة. وبيتهيألي الناس كلها عارفة ان قطاع الاستثمار العقاري وتوابعه ده من اهم القطاعات اللي بتدر دخل على الدولة. يعد هذا المعرض بداية شراكة هامة نظرا لتمتعه بأهمية كبيرة بين المشاركين من مختلف الجنسيات. في ظل التوسعات العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية، يأتي هذا المعرض لتعزيز الاستثمارات وجلب أحدث الطرق المستخدمة في مجال البناء والتشييد بمختلف أنحاء العالم. أيمن عماد، الحياة في مصر. وصلنا مع حضراتكم إلى الصحافة العربية والعالمية، ولرصدها زمايلنا لحضراتكم، منها صحيفة لوموند الفرنسية اللي قالت إن سيف الإسلام القذافي جدد تصريحاته اللي قالها في 2011 إن ليبيا مولد جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. تفاصيل كتيرة وموضوعات تانية تناولتها الصحافة العربية والعالمية، هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير القادم. أخبار عديدة ومتنوعة رصدتها الصحف العالمية، وحرصنا في برنامج الحياة في مصر على رصد أبرز ما جاء فيها. والبداية مع ديلي ستار البريطانية التي نشرت تقريرا عن اكتشاف مدينة الموتى المفقودة في مصر، والتي تحوي 800 مقبرة تعود إلى 4000 عام. وذكرت الصحيفة البريطانية أن علماء المصريات يعتبرون أستاوي الواقع بالقرب من العياط في محافظة الجيزة واحدة من أكبر المقابر في العالم، ويعود تاريخها إلى فترة المملكة الوسطى بالتاريخ الفرعوني. وقالت الصحيفة إلى أن العلماء يعتقدون أنها يمكن أن تحوي في خباياها الآلاف من الجثث، مشيرة إلى أن القليل معروف عن المقابر في هذه المنطقة، حيث أن أغلب عمليات التنقيب تتم لاكتشاف مواقع دفن الملوك.
وإلى لوموند الفرنسية التي قالت أن سيف الإسلام القذافي جدد تأكيد ما كان قد صرح به في 2011 من أن ليبيا مولت جزءا من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وقالت الجريدة الفرنسية في تقريرها إن سيف الإسلام الذي لا يزال مقر إقامته غير معروف أرسل 8 صفحات مطبوعة للقضاء الفرنسي تفيد بأن ليبيا دعمت ساركوزي في الانتخابات بمبلغ 2.5 مليون يورو. وردا على سؤال لوموند أجاب كلود جيان مدير مكتب ساركوزي أنه لم يستفد مطلقا ولم يرى ولم ينقل فلسا واحدا من المال الليبي، معتبرا أن نجل القذافي متحمس بعطش للانتقام ويحاول إلقاء اللوم على ساركوزي والمتعاونين معه باعتباره المهندس الرئيسي للتدخل العسكري في ليبيا عام 2011. وإلى صحيفة ذا سان البريطانية التي نشرت تقريرا يشير إلى أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اضطر إلى زيادة الرواتب الأسبوعية للمقاولين العاملين على تطوير ملعبه الجديد لتتخطى أجور فريقهم لكرة القدم بأكمله، وذلك بعدما تأخر تسليم الملعب الذي يتكلف 850 مليون جنيه استرليني بسبب بعض الأخطاء في البناء. وذكرت الصحيفة أن فاتورة أجور العاملين بالإستاد وصلت إلى 3.8 ملايين جنيه استرليني في الأسبوع، وهي تزيد بنسبة 50% أكثر مما يدفعونه لجميع نجوم فريق الدوري الإنجليزي الممتاز بما فيهم النجم هاري كين. وعربيا نشرت صحيفة اليوم السعودية مقالا تحت عنوان الحوثيون لا يبحثون عن السلام، وحثت الصحيفة السعودية منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن على ممارسة المزيد من الضغوط على الحوثيين لدفعهم إلى طريق السلام، خاصة بعد رفضهم حضور مؤتمر جنيف الأخير للوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن، وهو ما فسرته الصحيفة برغبة ميليشيات الحوثي في إبقاء الوضع على ما هو عليه، حيث إن معاركهم خاسرة أمام الجيش اليمني المدعوم بقوات التحالف العربي. أمين إبراهيم، الحياة في مصر. ودلوقتي وصلنا مع حضراتكم لآخر تقرير. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما بنختم الاسبوع بتقرير خفيف لذيذ يعني حوالين اهم وابرز الاحداث الفنيه في مصر والعالم، اللي منها طبعا حاله الجدل المتواصله اللي عاملاها الفنانه حاله شيحه بعد اعلانها خلع الحجاب والعوده الى الساحه الفنيه مره ثانيه. كمان ابرز الاخبار الفنيه وفاه المطرب الجزائري والعالمي رشيد طه في فرنسا وده بعد تعرضه لازمه قلبيه. تفاصيل أكثر عن مجمل وأهم الأحداث الفنية على مدار الأسبوع اللي عدى هنتابعها مع حضراتكم في سياق التقرير القادم. يبدو أن الفنانة حالة شيحة هتسيطر من جديد على حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة اللي جاية بعد ما أثارت الجدل منذ عدة أشهر بإعلانها خلع الحجاب والعودة للساحة الفنية. حالة فاجأت متابعي صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام بحذف جميع صورها اللي نشرتها خلال الفترة اللي فاتت، واستبدلت صورها الشخصية على حسابها بأخرى تحمل رسائل غامضة باللغة الإنجليزية منها حقا أستطيع وكفى تفكيرا كثيرا في الأشياء وفعل وتذكر الأشياء الرائعة التي تستحق أن تعرف. الفنان سامح حسين أعلن أنه بينتظر عرض أحدث أعماله الدرامية مسلسل سرايا حمدين والمقرر عرضه خلال الفترة اللي جاية عبر شاشة قناة الحياة، خصوصا أنه مسلسل موجه للعائلة العربية بكل فئتها بداية من الأطفال مرورا بالشباب وصولا للشيوخ، والمسلسل بتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي خفيف. وبعد رحيل الفنان الجزائري رشيد طه فرنسا بعد تعرضه لأزمة قلبية تداول جمهوره آخر فيديو في آخر حفلاته الغنائية واللي كانت في الأردن ضمن إحدى مهرجانات الفرق الغنائية الشبابية. تعرض الفنان محمود العسيلي لهجوم شديد عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد التغريدة اللي كتبها وهاجم فيها الشعراء الجدد وأعرف فيها عن تذمره من رسائلهم وأعلن إن هم سينالوا الحظر من هاتفه. التغريدة لم تلق استحسان من متابعيه فوصفوه بالمغرور. بعد الهجوم الشديد اللي ناله رد العسيلي وقال بالنسبة للهجوم الرهيب للتويتر اللي فاتت والناس اللي بتسخن على أي حاجة، كل اللي أقصده هو غزو الخصوصية على نمر التليفون الشخصية. شكرا. ريم سمير، الحياة في مصر. وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية، نشوف حضراتكم بإذن الله يوم السبت بأحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف. السلام عليكم.